شكرا معلقنا الكابتن سيد صابر. إذن انتهت احداث المباراه، الاهلي وسبورتنج بفوز الاتحاد 81-71. انا اسف، مباراه النهائي الاهلي والاتحاد بفوز النادي الاتحاد 81-71. الحقيقه مباراه ادى فيها اللعيبه بكل رجوله، بكل رجوله نادي الاهلي ادوا اللي عليهم، يعني بالرغم ان هم خسروا ولكن خساره بطعم الفوز. كابتن عماد برحب بحضرتك للمره الثانيه. اهلا بيك كابتن هاشم. كابتن سلعاوي برحب بحضرتك، وعايز اسمع كمان تعليقك على الفتره الثالثه والرابعه. كابتن سلعاوي، بص كابتن هيثم، صراحه انا ملخص في اربع جمل صغيرين. اول حاجه، الاهلي بطل بما حضر فعلا. شكرا لرجاله الاهلي اللي هم تحملوا المسؤوليه بجد، وانا كنت متوقع هذا الكلام من بدايه الاستوديو التحليلي. المباريات كلها مكسب وخساره، وانت لعبت كتير وكابتن عماد لعب كتير، وده شيء طبيعي، ولازم واحد هيكسب واحد هيخسر. القادم افضل باذن الله بالنسبه للنادي الاهلي. الظروف الاستثنائيه اللي احنا مرينا بيها استحاله هتستمر على طول. عايز اقول برضو مبروك لنادي الاتحاد مكسبه النهارده. النادي الاهلي عمل صفقات كويسه ومدرب كويس، وان شاء الله ان شاء الله قادم، انا احساسي ان قادم افضل باذن الله ان شاء الله. كابتن عماد، تعليق حضرتك على الفتره الثالثه والرابعه وانتهاء احداث المباراه. بص يا كابتن هيثم، الرياضه مكسب وخساره. انا بس لايم في حاجه واحده بس، اللي احنا عارفينه ان يعني انا ما بحبش اعلق على اي تحكيم، ولكن اللي حصل النهارده من وجهه نظري، الله اعلم حصل الملعب، بس اللي احنا عارفينه من يعني العشره مع اشرف طول عمره هادي، ساعات بيتشنج بيتعصب كاي حد ماسك هيد كوتش باي نادي، بس مش معنى كده يا كابتن سامح ان انت اديت تكنيكال فاول لاحمد مرعي. خلاص اديت تكنيكال فاول بسبب ان اديت فاول متعمد على اليكس يونج، واضح جدا كنا شفناه ما كانش يستحق الفاول المتعمد، اديته تكنيكال فاول، خلاص هو متنرفز شويه. لازم يا كابتن، لا يا كابتن عايز اقول لحضرتك، هو كابتن اشرف توفيق حتى متنرفز، يعني كابتن اشرف توفيق تحدث، بص يا كابتن يعني هو تكنيكال فاول، يعني انا بس هجيب كورتين الفرق ما بينهم، حصل تكنيكال فاول على الكابتن احمد مرعي. الكابتن احمد مرعي حتى كان بيزق على الخط وراح بص بيتكلم مع الحكام، حد بص بيتحك يعني بيتكلم بحديه مع الحكام، ولم يتم طرده ويزعق له ويشاور له. بيتكلم انما النادي كابتن اشرف توفيق تحدث مع الحكم ايضا، وانا اعرف من كابتن اشرف توفيق جيدا، ما بيطلعش منه الغلط نهائي. هو ده اللي بنتكلم عليه. كنت لازم تقدر ان ده راجل مدرب كبير زي كابتن مرعي برضه، يعني اديته تكنيكال فاول يكون المره الجايه، ولسه شبه شايفين اهو كابتن احمد مرعي لسه معترض وبيكلم الحكام. ممكن يكون انت لازم تكون اكثر هدوءا يا كابتن سامح، انت راجل حكم بتاخد قرارك في لحظه، لازم تكون اكثر هدوءا، ممكن تسيطر. لو سمحت اهدى يا كابتن اشرف، انا ما ينفعش اللي حصل ده. الحمد لله يعني هارد لك الاهلي، الاهلي رجاله بنلعب النهارده بسبع او ثمان لعيبه في الملعب ضد 12 واحد. كابتن مرعي عامل روتيشن عالي جدا، بيغير وبيريح، واحنا في لعيبه قعدت 40 دقيقه في الملعب. صحيح، حتى المصاب نزل، حتى المصاب لعب طلع تاني بره، مودي الجرحي ربط عمل نزل لعب، ما قدرش يستحمل اكتر من احيي لعيبه الاهلي اللي انتم عملتوه النهارده، رجاله فعلا زي ما كابتن سلام قال، الاهلي بما حضر رجاله، وهارد لك، وده مكسب وخساره. واقول لكم يا جماعه، في ماتش جاي ان شاء الله عندنا امل نكسبه ان شاء الله وربنا. النقطه هنا بقى كابتن عماد، دلوقتي مباراه الاتحاد، يعني هو طبعا اللقطه هي كابتن تاني، معلش كابتن اشرف توفيق بيزعق اللاعب بتاعه، مش بيزعق الحكم هنا. كابتن اشرف توفيق بيتكلم، قام مديله تكنيكال فاول، هو بيكلم اللاعب، راح اداله تكنيكال فاول وبيتحدث معه، مفيش اي انفعال ولا اي حاجه، بص كلام عادي جدا وبتاع، راح هوب طرد. طب انا عايز اعرف ليه ابتدى كابتن اشرف توفيق يتضايق، هو ابتدى كابتن طلب منه يروح للمكان. كابتن اشرف، لا كابتن اشرف توفيق كان بيتحدث برتم عالي، انت كحكم لما تستفز المدير الفني وتطرده لازم يطلع منه كده، يكون عندك ثبات انفعالي يا حكم يا دولي. انا شايف ان يعني انا شايف ان كان مش مسطره واحده للاسف، يعني انا يعني بتكلم بامانه، يعني قد احنا كلنا بنوفق ونخطئ ونصيب، وكنا بنشكر في كابتن سامح في اول الماتش وقلنا ان عنده ثبات انفعالي وراجل ما عندوش اي ميول. انت مش معنى ان انت اديت تكنيكال فاول وعملت طرد لراجل مدرب منتخب وراجل مدرب الاهلي ومدير فني وراجل ذو قيمه، انت كده بقيت يعني بطل العالم؟ ما ينفعش يا كابتن سامح. لازم يكون عندك هدوء اكثر شويه، هدوءا
وتتحكم يعني في رتم وتهدي الناس. يعني وانا متاكد زي ما بقول لحضرتك انا يعني معرفتي الشخصيه بالكابتن اشرف توفيق وكلنا نعرفه، الراجل عمره ما بيطلع، وكان هو كان بيزعق للاعب بتاعه، ومعروف ان سامح كمان راجل يعني عادل. انا عايز اقول لحضرتك كابتن اشرف توفيق كان بيزعق للاعب بتاعه، ما جاش تحت التحكيم خالص، لما جه الحكم قرب من الترابيزه بيكلمه وفجأة لقى نفسه تك تكنيكال فاول في طرد فلازم يتعصب. معروف ان سامح كمان عاقل وقراراته كانت صائبه طول الماتش وصلح اخطاء. ومعلش يا كابتن انا شايف انه السفاره دي يعني عليها دور كبير جدا طبعا في فرقت كتير. طيب. وكابتن اشرف توفيق يقعد بره وعاوزنا. طيب يا كابتن هنروح عكبات الارض الملعب والزميل محمد توفيق وحوار مع او لقاء مع الكابتن احمد الجرح المدرب العام. الكلمه اليك يا محمد. بلاش احمد الجرح يا جدعان عصبي. اهلا بك كابتن هيثم، عقب انتهاء مباراه الاهلي والاتحاد في ذهاب دور المرتبط الرجال، يعني معنا كابتن احمد الجرح بعد المباراه نتكلم اكثر في تفاصيل المباراه. كابتن احمد يعني هارد لك النهارده، اعتقد يعني الفريق بنص سكواد وعملتوا مباراه اكثر من رائعه وكنتوا الافضل في اوقات كتير من المباراه، لكن اعتقد كان في قرارات كتيره في الملعب كان لها دور النهارده في النتيجه. بص الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل شيء. اول حاجه نعتذر لجمهور النادي الاهلي، كان نفسنا باي حد يلعب نفرحهم. احنا مش هنتكلم على كوره، احنا هنتكلم على المشهد من اوله. المشهد من اوله حضرتك ان احنا جينا النهائيات بدون، احنا عملنا مسحه كنادي اهلي، سيبنا عمرو الجندي، سيبنا فضيل، سيبنا ايهاب امين في البيت عندهم كورونا بدون اي اعراض، كان ممكن نلعبهم، لكن اخلاق النادي الاهلي ما خلتناش ان احنا نعمل كده. تمام، جينا وصلنا طلبنا ان الناس كلها تعمل مسحه عشان خوفا على الناس كلها، مش يعني احنا خلاص اوريدي عملنا. امبارح اتخذ قرار بعمل مسحه. حضرتك تفتكر ان الفرقه عندها ماتش الساعه 8 بالليل، انا صحوني من الساعه 2 ونص قوم عشان تعمل مسحه انت والفرقه. تمام، لعبتي عامله مسحه الساعه 4 الفجر، مخلصين مساحات مخلصانه امبارح الساعه 4 الفجر، جينا النهارده هنلعب مش هنلعب. طب المساحات طلبنا قبل اول امبارح، طلبنا ان المباراه طالما هنعمل مسحه المباراه تتاجل يوم. ليه تتاجل يوم؟ انا معايا هنا 14 لعيب، طالما في مسحه معرض ان يطلع عندك واحد واثنين وثلاثه واربعه، وطلع فعلا عندك دلوقتي اكتر من كده. تمام، ان انا ابعت اجيب حتى من الاولاد الناشئين، هضطر ان انا العب بالاولاد الناشئين، ابعت اجيب من مصر، فقوبل الطلب بالرفض ان احنا ما نلعبش، ان احنا ما ينفعش ناجل يوم برغم ان مباريات السيدات اتاجلت يوم. انا ما فهمتش ليه قوبل الطلب بالرفض. بدأنا النهارده لغايه حضرتك اكتشفنا ان المحلل الفني بتاعنا عنده من الناس اللي في المسحه عنده كورونا، مفيش محاضره اتعملت. المحلل الفني ده هو اللي استخدم اللابتوب بتاعه بالاجهزه بتاعته بكل التحليل الفني، ما عرفناش نعمل محاضره لان ما تبلغناش من بدري، متبلغين الساعه ماتش الساعه 8 مين عنده كورونا مين مش عنده كورونا الساعه 6 قبل الماتش بساعتين، اللي هو انت عاجز عن اي تصرف. ونفوجئ بعد ماتش المرتبط بقى 7 أو 9 حالات كورونا بفريق نادي الاتحاد السكندري تحت 16 سنه، وكابتن عمرو بخير ربنا يشفي الجميع. طبعا كابتن عمرو ده كابتني، ربنا يشفيه ويشفي لعيبته، بس الاولاد لعبوا وهم عندهم كورونا، احنا ما عملناش كده بلعبتنا، احنا ما رضناش نجيب لعبتنا لعبوا. ويا عالم يا عالم ايه اللي حصل لاولادنا احنا، يعني احنا يا عالم ايه اللي حصل لاولادنا احنا بصراحه، يعني مستقيم من الوضع كله بصراحه اللي حصل في الفتره الاخيره دي. الوضع ما يرضيش اي حد. ده بقى يعني ده الجانب اللي بره الجانب الفني. اما على الجانب الفني حضرتك شوف اعتراضات هنا اعتراضات هنا، ما بقولش ان الاهلي ما بيعترضش، الاهلي بيعترض والاتحاد بيعترض، الاعتراضات هنا وهنا كوبلت بايه كابتن اشرف توفيق اتطرد. تمام، في كوره فاول لابو النصر ما تصفرتش لابو النصر، اتردت علينا باربع شوطات واستحواذ، هي دي النقطه اللي قلبت الماتش. تمام، انك بتضرب المدير الفني وبعد ما تضرب المدير الفني اربع رميات واستحواذ خلاص قتلت الماتش، قتلت الماتش، واحنا مش في حمل لاي ضغوط تاني. يعني احنا اصلا اللي يعني اللي فينا وفي الفرقه مكفيها ان انت خمس لعيبه وانت كنت امين مع الناس. هل حضرتك تعلم ان جميع الفرق في مساحتها كلها فيها كورونا؟ هل تعلم ان سبورتنج بنات مطلعين واحده من التسخين؟ هل تعلم ان جميع فرق المرتبط على مستوى مصر اللي موجوده معانا كلها عندها كورونا؟ هل النادي الاهلي هل المتضرر الوحيد في البطوله هو اللي امين مع نفسه وعمل مساحاته وقال يا جماعه انا عندي عمرو الجندي وهاب امين اتنين من احسن لعيبه في مصر ومعاهم عبد الفضيل تمام سنتر مهم جدا بالنسبه لنا التلاته احنا كنا صرحه وقلنا ان الناس عندها كورونا هل ده يعني ده جزاء يعني النادي الاهلي ان هو ما يقدرش ان هو اخلاقه ما تسمحلوش ان هو يجيب الناس دي تلعب احنا اللعيبه بتتكلم كل يوم عايزه تيجي تلعب يا جماعه احنا ما عندناش حاجه احنا ما فيش اعراض عايزه تلعب
ده مش ممكن بصراحه. احنا يعني احنا في غايه الاستياء بصراحه، بس احنا كلنا ثقه ان احنا عندنا مجلس اداره ان يعني يقدر ان هو يجيب حقوق النادي الاهلي كامله. وبصراحه يعني انا يعني في كلام يعني انا مش عايز اقول كلام يعني كلام اكتر من كده هيطلع مني، الكلام لو طلع مني اكتر من كده يعني ممكن بقى ايه يتحاسب عليه. ان دايما لما احمد الجرحي بيتكلم عن النادي الاهلي وبيتكلم على حقوق النادي الاهلي دايما دي في ناس ايه مستنيه قوي ان احمد الجرحي هيقول ايه، طب نشوفه النهارده هيقول ايه، طب عايزين نوقفه اي حاجه يعني ما اعرفش. انا بالنسبه لي انا مش عارف انا الناس متركزه معايا قوي ليه. تمام، انا بحب النادي الاهلي وبغير على النادي الاهلي وهنفضل طول عمرنا نموت نفسنا عشان النادي الاهلي. ولو بربع الفرقه النادي الاهلي النهارده ما بينسحبش، النادي الاهلي ما كانش ينفع فرقه الاتحاد يجي النهارده وما تلاقيش فرقه. احنا كان ممكن النادي الاهلي ياخد قرار مش هنلعب الماتش، بس احنا النادي الاهلي لو هنجيب فرقه 12 سنه وهنتغلب بيها هنلعب. كمان في الملعب يا كابتن يعني يمكن السكواد ما كانش كامل، كابتن مود الجرح نزل تقريبا دقيقه والشد رجع له تاني في العضله. كمان احمد مهيب مش سليم 100% برده، ما كان بينزل على فترات. اعتقد حتى كمان يعني انتوا اعتقد انكم اضطريتوا تدخلوا لعيبه مصابه النهارده في السكواد علشان تقدروا تكملوا القائمه. الحقيقه هو مودي مش الشد رجع له، هو مودي حصل له مزق في مباراه الزمالك الاخيره، هو عنده مزق. احنا ما عندناش 12 لعيب، السكور شيت بتحط فيه 12، ما عندناش 12 لعيب، واللعيبه اللي في الملعب ماتت، ما عندناش تغييرات اصلا. يعني احنا مودي لعب بسبب ان هو يعني مفيش لعيبه، ما لحقناش نبعت نجيب. بلغنا الساعه 6 يا جماعه، محمد مصطفى عمر طارق عندهم كورونا، مع الثلاثه في خمسه حضرتك يعني ان نعمل ايه؟ طب دلوقتي احنا مودي خلاص، مودي ربط خد حقنا نزل طبعا مزق، مفيش حد مستحيل يلعب على مزق، حاول يجي على نفسه ما قدرش. نفس الكلام احمد مهيب راجع من اصابه وبيتحامل على نفسه ويعني حاول يعمل اللي عليه. انا عايز الناس بصراحه يعني تعذر اي لعيب النهارده غلط بصراحه يا جماعه. الناس شايله فوق طاقتها النهارده، الناس شايله فوق طاقتها فوق حملها. بيعتذر يعني بنعتذر لكم وبنوعدكم ان شاء الله ان الفتره الجايه لما الفرقه النادي الاهلي تبقى كامله باذن الله وهتعرفوا قد ايه النادي الاهلي عنده فرقه دلوقتي ليها قيمه والناس كلها تعمل لها الف حساب باذن الله. كابتن اعتقد حتى والفرقه ناقصه النهارده كنتوا اكثر من ند في المباراه وكنتوا مستعدين لخطوات كبيره، وان شاء الله يبقى التوفيق. ولسه في مباراه مرتبط وكمان مباراه فريق اول ان شاء الله نعوض فيها باذن الله. والله حتى مع النقص انا مش هقدر اقول النادي الاهلي عمره ما بيبص ان هو يبقى ند او ان هو يعمل ماتش كويس، النادي الاهلي متعود على مكسب. لا طبعا احنا حزنانين على الخساره والحمد لله على كل شيء، يعني ربنا مش رايد، ربنا قدر لنا المرض في الناس اللي ربنا يشفيها ويشفي جميع اللعيبه، اهلي اتحاد زمالك الجزيره كل الناس سموحه سبورتنج كل الفرق ربنا يشفيها. بس يا ريت يا جماعه احنا بالنادي ان احنا نبقى حياديين، ان احنا كلنا كاسره كره السله اللي عنده حاجه لازم ان هو يحلل لفرقته ولازم ان هو يبقى في امانه في اللعب عشان دي ارواح ناس. محدش فينا مستعد يروح بيته يعدي اهله وعياله وابوه وامه ويعني والناس اللي بيحبها عشان خاطر باسكت او كوره او او او. فيعني مره ثانيه بنتاسف للجمهور وان شاء الله باذن الله هنعوضهم في المستقبل باذن الله. شكرا كابتن بالتوفيق في اللي جاي. كابتن مودي يعني نطمن عليك، كابتن هيثم السعيد يعني مكملين لقاءاتنا ومعانا كابتن مودي الجارح انضمنا نطمن عليه وعلى الاصابه الاول. يعني طمنا عليك قبل كابتن الاول، الاصابه اخبارها ايه؟ واعتقد يعني ما كملتش دقيقه في الملعب، اعتقد الاصابه اتجددت تاني. طبعا انا من ماتش الزمالك انا عندي مزق في السمانه، بس ده مش ده المهم دلوقتي. انا بالنسبه لي الفرقه اهم. انا اول حاجه عايز اشكر لعيبه النادي الاهلي، لعيبه رجاله كلها، كل اللي لعبوا في الملعب النهارده لعيبه رجاله. الناس عملت اللي عليها، ضغوطات غير طبيعيه الناس. انا بس انا يعني مش عايز اكلم اللي جواه، بس انا هحاول اطلع بس حاجات منها. دلوقتي احنا ناس نايمين الساعه 4 الفجر امبارح عشان بنعمل مساحات، صاحيين مبلغين الساعه 6 ان احنا احتمال نلعب، وشويه يقول لك الاربعه الاسامي التانيين خالص، بعد كده ده في خمسه تانيين، بعد كده في ثلاثه تانيين. قعدنا في الحوار ده كله اقسم بالله في ناس ما كانت لغايه الساعه 6:30 عشان بنازل ده، طب نازل ده، طب نازل ده. ده مش فير بلاي خالص. احنا عامه لو خسرنا فير بلاي عادي جدا، بنخسر اوقات كتير ولا بنتكلم، بس الموضوع كده كتير. الناس مركزه مع النادي الاهلي زياده، عاملين الحمد لله نجيب صفقات جامده عشان نعمل فرقه تليق باسم النادي الاهلي، وكل الناس بصلنا، الناس بتحاول تهدي النادي الاهلي في كره السله. الناس شايفه النادي الاهلي الحمد لله باذن الله الفتره الجايه هيسيطر على كل البطولات في مصر، الناس بتحاول تجيبنا ورا. انا بطلب ان يبقى في فير بلاي، احنا مش عندناش مشكله، الرياضه مكسب وخساره، بس اللي بيحصل فينا ده كتير. احنا تحملنا فوق طاقتنا، وكمان الجمهور الاهلي الناس دي بتحب الباسكت جدا 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 زي الكوره بالظبط. فاحنا خسارتنا النهارده دي هي، هم عارفين ان احنا رجاله، بس احنا كان نفسنا نكسب عشان خاطرهم. فهم مع احترامي هو ده مصير النادي الاهلي في الاول وفي الاخر، هو بيحاول يوقعك في اي حاجه. هو احنا بنحاول يبقى هو النادي الاهلي رقم واحد في كل حاجه، فالناس على قد ما بتقدر لو حاول تلاقي حاجه تدوس على النادي الاهلي بيحاولوا يدوس على النادي الاهلي كده كتير. انا كل بس ده طلبي، ان احنا لسه عندنا فرصه ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله باذن الله كمان هنكسب بطوله الدوري المرتبط، وان شاء الله ربنا عارف احنا اتظلمنا
وان احنا ان شاء الله هناخد حقنا باذن الله في الفتره الجايه باذن الله. كابتن مودي اللي كنت عايز اتكلم فيه، يعني انتوا لميتوا بعض بعد المباراه، واعتقد ده دوركم ككباتن للفرقه انكم تلموا زمايلكم. اعتقد النهارده حتى لولا بس ان كان في نقص عددي كمان، يعني بنتكلم في السكواد ال 12 لعيب اللي في القايمه، لو كان بس ما فيش اصابات اعتقد كنا كمان قادرين النهارده على تحقيق الفوز. اه طبعا، احنا لغايه الكوارتر الثالث ولا اول الرابع لحد ما حصل الحته التحكيميه بقى، تكنيكال فاول في تكنيكال فاول في اتند فاول، اربع شوطات واستحواذ، الكوتش اتطرد، حصل في الفرقه طبعا الفرقه اللي احنا اصلا جايين الماتش وحاطين قلبنا ان احنا عددنا قليل. احنا عايز اقول لك ان احنا متسجل في ال 12 4 تحت 2 18 و 22 ما عندهمش اي خبرات، وفي الباقي 8 انا عندي مزق كبير، ومهيبه اصلا مصاب والجمال مصاب. يعني انت كده بتتكلم في 7 لعيبه من 12، ما ينفعش لو بلغنا بدري كنا جبنا لعيبه صغيرين تانيين. كل حاجه ضدك وتعمل المستوى ده وكنت هتكسب، ودول اخطاء معينه حصلت في الجيم كنت انت هتكسب. انا شايف ان جمهور الاهلي يعني عارف ان احنا قد ايه تعبنا النهارده وكنا رجاله، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه اخير باذن الله. شكرا كابتن، ودايما مستنيين منكم الاكتر والاحسن، وان شاء الله دايما النادي الاهلي، وتقدروا تعوضوا ان شاء الله في المباراه الجايه ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن هيثم، ده كانت لقاءاتنا هنا من داخل ملعب المباراه قبل انتهاء المباراه. كلمه ليك وضيفك الكرام. الزميل محمد توفيق شكرا جزيلا، ولقاءات مهمه كانت مع كابتن احمد الجرحي ومحمد الجرحي لاعب الفريق ومدرب عام الفريق. هنطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نستأنف تعليقنا على الاحداث وعلى المباراه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني شفنا اللقاءات اللي كانت قبل الفاصل، وشفنا قد ايه حجم الاحباط اللي بيعاني منه الجهاز الفني واللاعبين، واللي خليني اقول لحضراتكم حاجه تكفينا فخرا وشرف، ان النادي الاهلي التزم بقرارات الاتحاد، وده النادي الاهلي دائما ابدا بيلتزم بكل القرارات اللي بتطلع من اتحادات الالعاب، ولعب المباراه وهو عارف انه متضرر، وهو عارف ان القرار يعني متضرر بيه النادي الاهلي، ولكن لعب، ولم زي ما قال الكابتن احمد الجرحي ما انسحبش من المباراه، بالعكس واجه المباراه ولعب، ولعب بشرف، واللعيبه لعبت رجاله، وكانوا يعني لعبنا بثمان لاعبين فقط، ولكن مع ذلك اللعيبه كانوا رجاله ولعبوا لاخر وقت، يمكن هزيمه بشرف، هزيمه بشرف. وخلينا اقول حاجه ثانيه انا عايز اناقشها مع ضيوفي، هو تاجيل مباراه يوم الثلاث. دلوقتي مباراه المرتبط هيتم تاجيلها بناء على قرار الاتحاد اللي احنا برضو ملتزمين بيه، اللي هو بلس 6 يتم تاجيل مباراه. فريق مرتبط الاتحاد عنده 7 لاعبين مصابين، فاذا المباراه اتاجلت. دلوقتي مباراه الكبار هتتلعب من غير مرتبط، مباراه المرتبط ما تتلعب، انا مش عارف. يعني دلوقتي احنا هيبقى عندنا مشكله ان انت من اول السنه بتلعب المرتبط الاول والكبار، المرتبط كبار، مرتبط كبار، ونتيجه المرتبط بتاثر بشكل كبير على الكبار. طيب هتلعب كده؟ يعني انا من وجهه نظري المتواضعه يعني لازم تتاجل، لانه احنا يعني وضع طبيعي ان هي تتاجل، لان هو انت عندك هتلعب الدوري. طب حتى لو فاز فرضا الاتحاد بالكبار مش هتسلمه الدرع، لان انت هتستنى نتيجه المرتبط. يبقى من باب اولى تاجيل المباراتين لوقت تاني. كابتن عماد، راي حضرتك في الكلام ده؟ والله طبعا انا معاك قلبا وقلبا يا كابتن هيثم. من ساعه لما بدات البطوله انت بتلعب ماتش المرتبط الاول، بعدين ماتش الدرجه الاولى. فمن باب اولى ان احنا طالما اجلنا ماتش المرتبط نظرا لحالات كورونا، فانت بالتالي اجل مباراه الدرجه الاولى. ليه؟ لان انت برضو اللي بيكسب ماتشين صغيرين مرتبط وماتش رجال فبياخد الدوري المرتبط طبعا يا كابتن. عندك فلما تكون طبعاً انت مثلا مستني لما الصغار يلعبوا الماتش المرتبط، وان شاء الله لو كسبوا عندنا الاهلي، فاذا انت بتحط بريشر على فرقه اتحاد درجه اولى انك لازم تكسب الماتش بتاع الكبار. بالظبط، هو ده اللي بقوله. لكن لما احنا واحنا برضو في نفس الوقت بيبقى عندنا امل جامد جدا، لو كسبنا الماتش بتاع الكبار هناخد الدوري المرتبط. فير بلاي، تكافؤ الفرص، فبد ان كل واحد ياخد حقه وياخد حظوظه في الجدول اللي الاتحاد عامله. المرتبط بيلعب والدرجه الاولى يلعب بعدين، يبقى لازم نستنى. كابتن سلام، راي حضرتك ايه؟ انا بس كنت عايز اقول حاجه بسيطه الاول قبل ما اخش في الموضوع اللي حضرتك اثرته، يعني ان كلام احمد الجارحي كلام محترم جدا من مدرب واعد يعشق النادي الاهلي بصراحه. الولد ده يعني اعتذاره للجمهور شجاعه متناهيه كجهاز. الغيابات يا كابتن مش بايديهم، مش بايديهم، بس شجاعه الاعتذار دي حاجه يعني حاجه عظيمه جدا. والتزام النادي بقرارات الاتحاد دي برضو حاجه من اعظم. طبعا. لكن العرف سائد ان من اول دور المرتبط ان المباريات الصغيرين تقام الساعه مثلا 4 ومباراه الدرجه الاولى الساعه 6. المباريات الصغيرين بتدي دفعه معنويه كبيره جدا جدا. صح. جدا لفريق الدرجه الاولى. صحيح. وده يعني على مدار عمل المرتبط من ساعه ما بدا المرتبط. يا كابتن احنا لعبنا الزمالك كسبنا 24 بونت، لما المرتبط بتاعنا كسب كابتن اشرف توفيق عمل روتيشن خسرنا من الزمالك 3 بونت ماتش تحصيل حاصل. الماتش المرتبط بيفرق مع الكبار طبعا. الوضع ايه دلوقتي؟ هل هنكمل هذا المسلسل ولا هيتم تاجيل المباراتين لحين الفريق المرتبط
احنا جاهزين، مش احنا جاهزين نلعب، والاهلي لعب، والاهلي النهارده كان ممكن ينسحب ولا يا كابتن؟ لكن ممكن، بس هو الاهلي ما بينسحبش. برافو عليك، يبقى الاهلي التزم بالقرار ولعب بشرف و... وكان ممكن اي حد تاني فكان يقول لك لا انسحب في الوقت. النادي الاهلي لعب بكل شرف وشجاعه بثمان لعيبه بس. بنقول دلوقتي يا جماعه احنا مرتبط هيلعب، المفروض مرتبط ياخد فرصته الاول ويلعب وبعد كده الكبار يلعب. بس احنا ما بنقولش حاجه، وطلبه ما شرعي، ولو لو قلنا اي حاجه ده طلب في شرعي. في حته كمان يا كابتن هيثم بعد اذنك، اللي قالها احمد الجرحي، الامانه في سيستم النادي الاهلي هي اللي مشيت في ايه. انت كان عندك عمرو الجندي وهاب امين، مفيش اي اعراض، وفضيل كمان كانش عنده اعراض ماشي، واحنا اللي عاملين المسح معادينهم بنفسنا، احنا اللي معادينه، يعني ما كانتش اوفيشالي معموله مسحه تبع الاتحاد، لا ده احنا اللي عاملينها بس، وعارفين ان مفيش اعراض. كنا ممكن نلعب نجيبهم. كنا ممكن نلعب بس الامانه تقول لك لا، بدل ما نعد حرمنا اللعيبه ما استناناش قرار الاتحاد، بدل ما امانه يا باشا معلش يا كابتن هيثم، دي امانه، انت ممكن يعد زميله، يعد الفرقه الثانيه. وخلي بالك احنا عملنا كده، الاتحاد ما كان ما عملش المسحه بخاطر، الاتحاد عمل المسحه بعد جواب اللجنه الاولمبيه مقدر الكابتن هشام حطب، بدليل ان اللاعب كوره قدره بيكون مسحه طبعا طبعا، يعني يعني احنا اللي ملتزمنا، الاتحاد نفسه ما الزمناش، انما احنا الزمنا نفسنا. اتفضل يا كابتن. احنا كابتن هيثم كنا برضو يعني بقى عندنا عشم ان في مرونه من الاتحاد، وانا صراحه ما يعني انا لا اسخر على الاتحاد المصري، كفايه اللي هو فيه الاتحاد المصري، كابتن مجدي ابو فريخه والناس بتاعته من السنه اللي فاتت اول ناس لعبوا دوري وكملوا، ولغايه دلوقتي شايلين هموم زي ما قلت لحضرتك في الاول، المسحات اتكلفت جامد جدا وعندهم ضغط جامد جدا ونفسهم برضو ينجحوا، بس احنا مش عاوزين يا كابتن هيثم، وداخل علينا كاس عالم كره يد، يبقى فيه استرس وفي قلق على مصر بصفه عامه، على الرياضه في مصر، ان فيه اتحاد باسكت او فيه لعيبه كوره باسكت حصل لهم كورونا، فدوت بيعمل لنا بد ريبيتيشن قدام العالم. لا ان شاء الله خير، وان شاء الله اللي قادم احسن، والفرقه تكون احسن. كابتن عماد مراد نجم حبيب ربنا، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا جدا كابتن، ده انا سعيد وليا الشرف ان اكون معاك كابتن هيثم. كابتن محمد سلعاوي بشكرك، نجم منتخب مصر والنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن هيثم، شرف لينا وجودنا في قناه الاهلي. احنا عاوزين نشكر بس كابتن سيد صابع، نسينا نشكره، بقى لنا ماتشين ثلاثه وهو بذل مجهوده النهارده. سيد صابر الله يكون في عونه، الف شكر يا سيد صابر، ابني وحبيبي واخوي الغالي. طبعا اعزائي المشاهدين، كان هذا اليومنا مع الابطال. المباراه انتهت، مباراه النهائي الاهلي والاتحاد بفوز الاتحاد بفرق 10 نقاط، 91-81 و91-81. ان شاء الله انتظرونا بكره مباراه السيدات 81-81، وانتظرونا بكره ان شاء الله مباراه السيدات والساعه 8:30، وقبلها ان شاء الله الاستوديو التحليلي هيكون في تمام الساعة 7:30. انتظرونا غدا مع بطلتنا بطلات كرة السلة. شكرا جزيلا.